السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بسومة حنونة. فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم عجين سحري 100%. كيجي هشيش ولذيد وبطريقة جديدة. تبعوا معايا المراحل. كنبداو. عندنا كاس ديال الزيت، وعندنا كاس ديال الحليب دافي، وعندنا كاس ديال الزبدة دايبة. كنديرو شوي ديال الملحة، وعندنا هنايا كنبداو بربعة ديال الكيسان ديال الفورس، ولا خصنا كنزيدو الخامس. كنطربو هادشي حتى كندمج لينا العناصر مزيان. وكنبقاو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. وكنخلط هاد العجينه البنات، غير جربوه والله العظيم كيجي غزال. كديروا به المملحات، لي كيش مملحات صافي. كنبقاو نخلطو، دابا كنخلطو بيدينا وما كندلكوهاش. هاد العجينه ما خصهاش تدلك، غير بليد. ولا خصنا الدقيق كنزيدو الكاس الخامس طبعا، وحنا كنحركو غير بالاصابع ديال اليدين. هنا خاصني الدقيق كنزيد الخامس. وحنا كنخلطو غير بالاصابع حيت ما خصهاش تدلك، كتجي بحال عجين صابلي. صافي كنبقاو نخلطو مزيان بالاصابع حتى كتجمع لينا العجين ديالنا. هنا هي بدات كتجمع، صافي كنجمعوها مزيان. وكنديروها في بلاستيك غذائي، وكنخليوها تقريبا شي ساعه حتى كترتاح لينا العجينه. البنات عجينتنا بعد ما ارتاحت تقريبا ساعه او ساعه ونص، ها هي سرحناها، درنا شويه تاع الدقيق باش ما كيسقش لنا العجينه، وكنسرحوها. ما تكون غليظه، ما تكون رقيقة. صافي كنبقاو كنسرحوها. ديروها في مول كبير او في مولات صغار، انا غندير واحد كبير. ولا شطش ليا شي حاجه غادي نديرها، غادي نديرهم في مولات صغار، ولكم الاختيار. ومرحبا بكم في القناه ديالي، وكنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. وما تنساوش ديروا لي اشتراك وابوني وبارطاج باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. صافي كنسرحوها، كنديرها في المول. البنات ها هي لاطاخت ديالنا من بعد ما سرحناها، ها هي درناها في المول ديالها. ها هي ضروري خصها تقب، ضروري
والعجينه اللي شطت ليا ها هي غادي نديرها في ليمون صغار. البنات غير جربوا هذا العجين السحري، انا كنسميه عجين سحري لانه فعلا سحري واقتصادي حتى في الوقت، وكيجي هشيش صافي. دابا نبقاو كنديرو الشوكه حتى كتقبلنا كلها مزيان باش ما كتنفخش، وكنديروها في الفريغو واحد ربع ساعه تقريبا باش ملي كندخلوها للفران ما كتنزلش لينا العجينه، ما كتنزلش كتبقى واخده الشكل ديالها هكذا. دابا غادي ندوزو للمولات الصغار. غنديرو طبعا الدقيق باش ما كتلصقش لينا. البنات ليمول بلا ما تدهنوهم بالزبده، لان اصلا العجينه راه فيها الزبده والزيت، بلا ما تدهنوها ولا ما تخافوا. صافي كنسرحوا العجينه ديالنا، كنديروا الدقيق باش ما كيتلصقش. هذا بدا، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه طبعا. كنسرحوا الليمون، كتقطع لنا العجين. كنصلبوها صافي، وكنقدوها كنحاول نقدوها. هذه طريقة مبسطة للمبتدئات، طريقة سهلة جدا ولات هاد العجين هي المعتمدة عندي في أي مملاحات. قدتوها على الخاطر، والفائض كنحيدوه طبعا، الفائض كنديرو ليه غير هكذا يتحيد بكل سهوله. اصلا العجينه طريه كما درنا ليها كتعطينا الطوع. صافي هذه الطريقه، طبعا الفائض كنعاودو نديروه داكشي اللي بقى لينا كنديرو تاني في بلاستيك كنخليوه حتى كيرتاح تاني شويه ونعاودو نلبسو الليمون. دابا كنديرو الشوكه طبعا، وهاد العجين ممكن ديروها بالنسبه ليكيش بالنسبه للمملحات مالحين اولا لي طارتوليت حلوين بلاصه الملحه، ما كديروش ملحه كديروا سنيده وكديروا فانيا. صافي كتبقى الشوكه، ومن الاحسن تدخلوهم للفريغو باش ملي كتدخلوهم العافيه ما كيهبطوش لينا، كيبقاو واخدين الشكل ديالهم.
البنات الكيش ديالنا ها هو طاب، هانتوما شفتو كي كيجي، راه العجينه هشيشه ودغيا كتذوب في الفم. لي طارتوليت صغيورين ها هما شفتوهم كي كيجيو. نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باش نعمرو نديرو العماره ديال الكيش ديالنا. وكنتمنى نكون خفيفه تطلع على قلوبكم، ودعموني بابوني واشتراك ولايك، والسلام عليكم.